موجز للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، ينتخب اليوم بنيويورك الأعضاء الجدد غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي والذي ترشحت له الجزائر. الجزائر السيدة في قراراتها الثابتة في مواقفها المرافعة عن قضايا القارة الإفريقية تستحق التواجد في أهم منبر دولي للسلم والأمن تحقيقا لنظام تشاركي تعددي شامل ومتوازن يواجه التحديات العالمية بفعالية ونجاعة في ظل احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الانحياز. بعد التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عددا من ولايات الوطن مخلفة ضحايا في الأرواح، تنقل أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى ولاية تيزي وزو لتقديم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الذي وري جثمانه الثرى أمس بقرية مزق إيلولا. هذا نعتبره ولدنا، السيد رئيس الجمهورية يعتبره ولده، على هذه أباء إلا باش يبعثنا لهنا باش نحضروا معاكم باش نعيشوا نوعا ما هذا الوقفة التضامنية باش نكونوا معاكم وباش يعني نبينوا لكم التآزر اللي موجود على مستوى كل قطر وطني، والسيد رئيس الجمهورية يحرص كل الحرص يعتبرهم باللي كل الشعب هذا راهو نتاعو راهو ولاده، وين يكون شوية ضرر لازم نعرفوا كيفاش نتجاوبوا معاه. إذا بعثنا لهنا باش نقدموا له التعازي تاعو ونتاع كل الجزائريين لفقدان سي رزقي عمام اللي راح ضحية. الحس التضامني نتاع الشعب الجزائري طبعا سيد رئيس الجمهورية في هذا الفاجعة الأليمة ديما يكون حاضر وديما يعني يدفعنا إلى التآزر مع بعضنا في هذا الفاجعة الأليمة. نتقدموا بتعازينا الخالصة باسم السيد الرئيس باسم الحكومة لعائلة سي عمام رزقي رحمه الله. إن شاء الله يعني تكون آخر أحزان هذه العائلة الكريمة. إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا. إن لله وإنا إليه راجعون. في الشأن التربوي، يواصل لليوم الثاني أزيد من 800 ألف تلميذ اجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر كافة المؤسسات التربوية للوطن. اليوم الأول شهد استحسان التلاميذ والأولياء للظروف التنظيمية المحكمة والحرص على توفير جميع الوسائل البيداغوجية المادية والبشرية اللازمة. الظروف الحسنة سجلت أيضاً بمراكز إجراء الامتحان بالمؤسسات التربوية في المناطق المتضررة بعد إعادة تهيئتها من مخلفات السيول الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة. كما تم تصدير مخطط خاص بالولايات الجنوبية لنقل المترشحين والمؤطرين الذين يقطنون بالمناطق الحدودية أو البعيدة. دوليا، انتفض سكان جنوب المغرب ضد تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني المحتل في احتجاجات هي الأكبر من نوعها في المنطقة منذ ترسيم العلاقات مع الاحتلال الصهيوني، محذرين من مخططات الصهاينة التي تستهدف استقرار المنطقة. ورغم الحصار الأمني الكبير والقمع والترهيب من نظام المخزن، خرج المئات من سكان مدينة أسا ألزاك في وقفة احتجاجية تنديدا بتنظيم مهرجان تطبيعي في المنطقة شارك فيه وفد صهيوني. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في عدة بلدات وقرى بالضفة الغربية، حيث أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، كما اعتدى المستوطنون على عدد من الفلسطينيين جنوب قلقيلية بالضفة الغربية. بهذا نختم الموجز، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.